السلام عليكم. حقق المنتخب الوطني الجزائري اليوم الأحد الفوز الثامن في المباراة والتي جمعته بمضيفه منتخب موزمبيق ضمن الجولة الثانية من تصفية كأس العالم 2026. وكان المنتخب الوطني قد أنهى الشوط الأول في هذا اللقاء بنتيجة التعادل السلبي بدون أهداف بفضل تألق الحارس ماندريا، وخلال الشوط الثاني وبتحديد في الدقيقة 69 تمكن فارس الشيبي من افتتاح باب التسجيل لصالح الخضر قبل أن يضيف اللاعب زروقي الهدف الثاني في الدقيقة 80. وقبل أن تنتهي هذه المباراة بلحظات قليلة فقط، قام لاعب الموزمبيق بالاعتداء على يوسف عطال وقام بإسقاطه أرضا، وحدثت مناوشات كبيرة بين اللاعبين إلى حين تدخل الحكم ومنح البطاقة الصفراء للاعب المعتدي، وكان من المفترض أن يمنحه البطاقة الحمراء ويطرده من الملعب.